الديفكت الموجود عندنا في العده بقسمها ثلاث مجموعات. الفيزيولوجيكال اوبتيكال ديفكت الظهار اللي حصلت النهارده. الابلكيشنز اوف اوبتيكال سيستم زي اي اوبتيكال سيستم اللي احنا شفناهم الكلام دول هنتكلم فيهم. وبعدين الباثولوجيكال اوبتيكال ديفكت الظهار اللي هي ايرورز اوف ريفراكشن. دي المنطقه الثانيه بقى اللي بس النهارده احنا هنتكلم على الفيزيولوجيكال اوبتيكال ديفكت اوف ذا اي وازاي ربنا سبحانه وتعالى حط لنا الميكانيزمز اللي بتعالج القصه دي بعد كده معانا. يبقى احنا هنتكلم النهارده الفيزيولوجيكال اوبتيكال ديفكت اوف ذا اي. الفيزيولوجيكال اوبتيكال ديفكت اوف ذا اي. الحلو النهارده هنتكلم في مواضيع كتير دي قوي. فدي مواضيع كتير الديفراكشن الكروماتيك ابريشن السبيريكال ابريشن الديسنتريشن اوف ذا لينس تمام البريفرال ابريشن اللي هي الايمج ديستورشن والوبليك استجماتيزم والكوما ابريشن تمام. دي مجموعه الابريشن اللي موجوده عندنا دي الفيزيولوجيكال ديفكت اللي موجوده عندنا وهنعرف دلوقتي كل الديفكت فيهم يعني ايه وبيحصل ازاي ازاي نتغلب عليه اند سام تايمز ازاي نستفيد بيه يعني زي الكروماتيك ابريشن مثلا لما هنتكلم فيه هنعرف ان احنا عندنا تيست اسمه اقدر اعرف ان عامل جود كوريكشن ولا باد كوريكشن ولا اوفر كوريكشن في العيان ولا اندر كوريكشن في العيان اقدر اعرف الخلطه دي ها زي ما تقدر تعرف ان اللايف المشكله موجوده عندك في العيان ولا في الشخص تاني ولا في العيان اول حاجه يمكن احنا اتكلمنا فيها قبل كده في الجنرال اوبتكس ديفراكشن اند انترفيرنس ديفراكشن اند انترفيرنس ديفراكشن is the deflection or bending of the wave as it passes in corner or moves through another gap. يعني ايه زي ما قلنا لو انا خارج بسرعتي ورحت خارج طرف ده انا هلف يعني خالص تغيير في الاتجاه بتاعي. او لو احنا خارجين من الفورم ضيق تمام بيحصل بعديها ديفيشن هو ده اللي احنا بنسميه ديفراكشن. او بص لو انت خبطت الباير زي كده لو احنا خبطنا الباير زي كده الويف كروس الويف كروس عرفت اهي زي ما انت شايف بيحصل لها تغيير في المسار بتاعها. ده اللي احنا بنسميه ديفراكشن تمام. طيب بص اني واي فور اني واي ذا اماونت اوف ديفراكشن از بروبورشنال تو ذا ريشيو ذا ويف ليث بتاعت اللايف والويف اوف ذا جاب. كلما طبعا اللونج ويف ليث تعمل مور ديفراكشن سمولر جاب تعمل مور ديفراكشن. خد بالك يعني كل ما زادت الويف ليث وكلما قلت الويف اوف ذا جاب الحاجتين دول مع بعض يعملوا هذا الديفراكشن تمام. طيب أو بص لو احنا عبرنا الويف فرونت وهي ماشيه كده عدد خلال الكورب ده لاحظ ان الويف فرونت اللي كانت ستريت لاينز اتحولت الى ايه؟ الى كيرف تمام؟ اهي الويف فرونت will be diffracted at a sharp edge to form secondary ويف فرونت. يعني لو اعتبرنا اللي ورا اللي هي كانت لاين دي برايمري الكيرف الثانيه دي هنسميها ايه؟ secondary ويف فرونت تمام؟ اهي بص دي حاجه بتحصل معانا لما بنشوف الحته بتاعت التين هول. عارفين التين هول ده؟ لما بنشوفه هنشوف دلوقتي المكان اللي فيه بالتفصيل. كورن هيبقى صغير خالص، الويف فرونت تغير شكلها ايه زي ما انت شايف. لان الويف فرونت البيزنج الويف فرونت الكيرف اللي انت شايفه دي برايمري اند سكند الويف فرونت. تمام؟ برضه في التيست الثاني اللي اسمه سبوتنج سليب اللي هو بيبقى شكل كده صغير معمول المحدده دي برضه بتغير لنا الويف فرونت بالشكل ده. تمام؟ طيب بص اهو بيوريك ادي وين فرونت قبل ما تعدي من الفورم الضيق ده وانت عارف الفورم الضيق دي عمل السكند وين فرونت وعمل انترفيرنس فده المنظر اللي حضرتك شايفه زي كده بالشكل ده تمام. طيب the area of light seen on the screen is larger than geometrically possible if light passes through a limited aperture of space time. يعني ايه الكلام ده؟ بص انت متوقع ان لو احنا عندنا فتحه في الموضوع بيعدي من خلال هذه الفتحه. انت متخيل ان لو الموضوع بسيط ان الضوء هيمشي بطرق مستقيمه فهيتجمع عندي على السكرين في السي او في حته من المساحه المفروض انها تساوي مساحه هذا الكلام. تمام؟ مساحه الفتحه اللي هو داخل الكلام. هل هذا الكلام في الحقيقه موجود؟ الاجابه لا. الاجابه لا. تمام؟ يعني السبوت سايز بتاعة اللايت ما تبقاش نفس السبوت تايم على الريتم عندنا. تمام؟ الإجابة ليه؟ لأن الضوء طالما عدى من فتحة ضيقة بالشكل ده خدت بالك لازم يحصل له موضوع الإيه؟ الديفايس فاللي بيحصل على أرض الواقع أوي. لازم يحصل على أرض الواقع. دي بقى اللي إحنا بنسميها الأرز رينج بقى، الأرز رينج سيرشر دي اللي إحنا بنشوف فيها. خدت بالك يعني أنا بنشوف الشر
افتكرت قوي كده زي الصوره اللي فوق، لان احنا عندنا موضوع الديفراكشن ده موجود. تمام؟ اهو بص اللي فوق ده النص ريال، اللي فوق والفرنك تمشي قلنا كده، لا لازم يحصل فيه اول من هو ايه؟ ديفراكشن زي ما احنا في الصوره بتاعته. تمام؟ اهو طيب بص the longer the wavelength and the smaller the gap. لو قلنا كل ما الويف لينث تبقى كبيره او الجاب تبقى صغيره ذا مور ذا ديفراكشن. يبقى كل ما الويف لينث تبقى كبيره او الجاب تبقى صغيره كل ما يحصل عندنا مور ديفراكشن. تمام؟ اهو بص شورت ويف لينث زي الازرق عامل ديفراكشن بسيط، لونج ويف لينث زي الاحمر عامل ديفراكشن جامد. تمام؟ يبقى ده لو بنلعب في الويف لينث كل ما كان لونج ويف لينث يعمل مور ديفراكشن. لونج ويف لينث طبعا ثانك جاد ان احنا الويف لينث في الفيزيبل لايف اللي احنا بنشوفها موستلي ار ايه؟ شورت ويف لينث. تمام؟ يمكن الريف ده اول حاجه عندنا فيه خدت بالك ازاي؟ انما احنا موستلي تو شورت ويف لينث. تمام؟ بس the visible light will be extremely short wavelength. هو بيقول لك الكلمه اللي انت بقولها لك shows perceptible diffraction only when passing through a very very narrow opening. تمام؟ طيب بص احنا عندنا اختبارين بنشتغل بيهم كمان ليه؟ لو هما دول الستين هول وادي الاستنومك سليت. دول موجودين عندك في صندوق الاعدادات بتاعك. واحدة اسمها الستين هول وواحدة اسمها الاستنومك سليت. خلي بالك عشان الستين هول بتعمل الديفراكشن ده فانت عارف العيان ما تقدرش تشوف فيها سلسلة سلسلة. لان الديفراكشن اللي بيحصل عندك في حتة ممكن تخليها ما تقدرش تشوف سلسلة. تقدر تشوف بس سلسلة تسعة زي ما هنشوف اهو بص شوف الاستينوميك ستيت والبين هول الاثنين غيروا البرايمري ويف فرونت خلوها سكند ايه؟ ويف فرونت زي ما احنا شايفين. ادي الاكزامبل اللي احنا كنا جبناها قبل كده ايه؟ ادي الاستينوميك ستيت وادي البين هول ده. طيب we are not normally aware of such an effect in everyday life because of the diffraction is generally small for visible light and shorter ايه؟ ويف فرونت. ده ايه شوف ده هيومن بيوبل كمان ربنا سبحانه وتعالى حاط لنا حاجات في نص الطوقه عند الايدجز اوف ذا بيوبل بتاعنا. بيجمنتيشن زي ما الفكر سيستم موجوده في الترافل دايت لاند ابزوربنج سيجنال اهي. بص بص البيوبل بتاعنا اهو شوف اوريها لك بص العلامات دي اهي حاجات البيجمنت اللي بتبقى موجوده في وعشان كده زي ما بقول لك لما تيجي تعمل جديده وسع البيوبل قوي عشان دي ما تتحرقش. تمام؟ يعني بلاش تشتغل ليزر وتبقى مستعجل والعيان ما فيهاش قوي تروح داخل تشتغل بالذات خلي بالك العيان دايبيتك ما بيشتغلوش كويس. فمعظمنا يخش يشتغل ليزر في العيان اللي هو دايبيتك تلاقي البيبي بتاعه مش عايز يرجع تاني زي الاول. شكله صغير مش عايز يرجع انت حرقت له حته في الكيوب بتاعه. فمن فضلك راعي دي انك انت لما تيجي تشتغل في حاله دايبيتك وسع العيان على قد ما تقدر. تمام؟ وابعد عن الديزور ان اريا يعني ما تروحش في الاكستريم داوت. عايز تروح الاكستريم داوت تستخدم الميرورز. يعني تستخدم الجزر احنا كلنا بنستخدم الماكروسكوبيك لينسز اللي هي الكريم الفاندرز وعامل واحده وده بس بتضطر تروح تاني الاكستريم داوت. انما الدراهات اسهل الدراهات هنا في علاقه البريكري قوي وبتستخدم الدراهات احسن. تمام؟ يبقى برضه وجود الكارتي بتمنع موضوع الايه؟ الديفراكشن. في انترفيرنس بيحصل ده ما بين الويف فرونتس وبعضها. خدت بالك دي اللي كمان انترفيرنس. انترفيرنس بعدين الدكتور مور ويف تو رينفورس او كانسل ايتش اذر. زي ما احنا اتفقنا في عندنا نوعين من انترفيرنس في كونستراكتر وفي ريستراكتر. تمام؟ او بص ادي كونستراكتر اللي هي بتعمل امبليفيكيشن وادي الكانسل اللي انت بتحصل اللي هي تحت الكونستراكتر انترفيرنس. كونستراكتر انترفيرنس لو تو ايدنتيكال ويف مونت ثرو ويز ذا سيم ريجن اوف ذا سبيس. تمام؟ في the waves are positioned so that their crest and trough are exactly coincident. Crest and trough مع بعض exactly. دي من زمان constructive engineering. لغاية الفكرة ده constructive engineering force. تمام؟ والإضافة من هو إيه الجريتر من أمبليتود. أهو بص يعني two waves ماشيين in phase مع بعض. دي معنى كلمة in phase أو coherence مع بعض. In phase أو coherence. دي تزود وتعمل لك amplification من وين تجيلك المحصلة تجيلك وينز أعلى من هما الاثنين.
ده الكونستراكتورز انترفيرنس اللي بيجي لك ويف لينث في الاخر اقوى من الويف لينث اللي كانت موجوده قبل كده. طيب الكونستراكتورز انترفيرنس ده ايه؟ ان الويف ما تبقاش ايه؟ تو ايدنتيكال ويف مومنت ثرو ذا سيم ريجن اوف ذا سبيس if the waves are positioned so that their crest and trough are not exactly coincident. يعني مش ماشيين مع بعض، مش ماشيين كوهيرنت مع بعض، مش ماشيين جنب بعض. تمام؟ The two waves exactly cancel so that no net motion remains. خلاص اهو. بص لو انت بقى مش ماشي كريست مع كريست، تراك مع تراك، انت ماشي عكس بعض هنا، في الاخر يحصل لك كونتراكت ايه؟ يحصل لك ديستراكت بقى. لا. أبص في الآخر طلع نو ويف، خلاص نو موشن في الآخر. لأن هما كانت الإنسان ماشيين عكس بعض، الاتجاهات عكس بعض، مش ماشيين كويرنت مع بعض. يعني لو أنا ماشيين كويرنت مع بعض ناخد إفكت أعلى. إنما لو ماشيين عكس بعض بيديها إفكت بايظة. ولو تفتكروا بقى دي إحنا شفناها في فين؟ شفناها في الكورنيا اللي اتكلمنا فيها قبل كده في أول حصة، في الكورنيا وشفناها في الأكل إفكشن. لو بتستعملوا بقى في المطارات واحنا اتفقنا حتى بتعمل الماده الكوني دي بس ربع الويب لاب بتاخدوه عشان تخلي الضوء اوت اوف فريم وهي كونستراكتيف انترفيرنس الصوره ما تنجحلكش تاني. خدت بالك ازاي؟ فدي ده كمان دي ابلكيشن عندنا في الكورنيا. خدت بالك ازاي؟ هي كونستراكتيف انترفيرنس ده دي اكيد احسن وفي حالات الانتي ايه؟ انتي ريفليكشن جنب الشورت. تمام؟ اه طيب في الراجل بقى اللي كان بيعمل ده عمل دبل ستيت اكسبيرمنت. خدت بالك؟ انه جاب الضوء وراح منشاها في التو اوبننج وراح جايب السكرين في الاخر بقى السكرين عباره عن بس فتحه وغمقه وفتحه وغمقه وفتحه وغمقه. خدت بالك اهو يعني ادي التجربه دي. هو جاب الضوء الاول راح مدخله من فتحه واحده عمل ويف فرونت جديد وبعدين راح مدخله من ايه؟ دبل ستيت اهو. تمام؟ فوجئ ان عالم السكرين بقى شكله كده. تمام؟ طب ليه حته منوره وليه حته بايظه؟ الحته منوره دي ماكسيموم يبقى دي اي نوع من الانترفيرنس. دي كونستراكتيف والحته السوداء كونستراكتيف. خدت بالك؟ يبقى دي كونستراكتيف دي كونستراكتيف انترفيرنس. اهو التجربه بتاعت بقيت بيقولها لك هذه ادي الويب فرانس خرج من الانترفيرنسين السكرين بقى شكله عامل كده. حته فيها كونستراكتيف وحته فيها ايه؟ كونستراكتيف انترفيرنس. تمام؟ هادي. طيب بص بص ادي التجربه بتاعتك ادي وريها لك الانيميشن. بص دبل سليت شوف الويب فرونت غيرت الى سكند الويب فرونت. سكند الويب فرونت لما تدخل مع بعضها تدخل الدرايات الانترفيرنس. بص بقى ما يحدث على السكرين اهو. ده السكرين هنا. شوف بقت باند بيضاء واضحه قوي من بنيه الماكسيموم وباند ايه؟ سوداء قوي اللي هي الباند. تمام؟ يعني في باند كتير واضحه ابيض في اسود ابيض في اسود واضحه. طيب نيجي بقى للريزولتنج باور بتاع السيستم بتاعنا. الريزولتنج باور اللي هي ايه؟ الريزولتنج باور از ذا مينيمال انجل اوف سيبريشن بتوين ذا هيد اند برين برودوسينج سيبريت اوتش. بالبلدي نوع من انواع الديسكريميشن. عارف زي تختار الديسكريميشن؟ كان يقول لك انك ايه؟ ستيموليت تو ريسبتور وتسيب وان ريسبتور الاثنين ار اقل من زاويه ما بين نقطتين خليك تشوفه من نقطتين مش نقطه واحده على رتبه دي اللي بيسموها مينيمال فيجوال انجل بتاعتها اللي هي الريزولتنج باور بتاعتها. خدت بالك دي الريزولتنج باور. يبقى ذا مينيمال انجل اوف سيبريشن يبقى الريزولفنج باور بتاعت الاي هي المينيمال انجل اوف سيبريشن دي. تمام؟ ذا مينيمال انجل اوف سيبريشن از ذا اند براين بروديوسنج سيبريت ايه؟ خامس نسوان. بص انا اتفقنا ان اللايت لما بيخش في السبوت ما بيبقاش سبوت بتبقى ايه؟ نوايا اللي احنا زمان قالت ايه؟ قالت ايه؟ طيب عشان تقدر تشوفهم اثنين كده لازم تعمل سيبريشن تو سنتر وتي بار سنتر اللي بتزيد ار ايه؟ طب بص دي لا هنا يبقى في تداخل ده. طب هنا اذا اتعمل استيميشن لكل الريسبتورز. هنا ما تقدرش تشوفهم اثنين. خدت بالك؟ انما هنا تقدر تشوفهم اثنين. لان في اريا بتكون في ار اي سيجمنت. تمام؟ بص هنا انت شايف دي مخططه صح؟ دي شايفها مخططه ولا مش شايفها مخططه؟ لو انت الدروبنج باور بتاعتك عاليه وقربت من التفكير ده هتلاقيها مخططه بتتفاعل قوي. بس هنا دي عملتها ستيميليشن لتو ريسبتورز وثابت ان بتوين ريسبتور ار ستيميليتد فشفتها ايه؟ سيبرت. هنا ما قدرتش تعمل كده. الخطوط والمسافات بتاعتها عملت لك ستيميليشن لكل الريسبتورز اللي جنب بعضها وما قدرتش تحس ان في فراغات ايه؟ بينهم. تمام؟ يبقى دي ده فور ريزولفنج باور ده جود ريزولفنج باور. تمام؟
الايه؟ هي مش اون اوف سنتر يعني هي بالظبط بس دي معاك بس دي ستيب ثانيه يعني دي بعد ما بتعمل برسبشن على مستوى السيستم وانت عارف بقى داخل في الباي بول او الجاي المختلف زي موضوع تاني اللي هي اللاتر ديفيجن بقى على الهوريزونتال كلاس تمام؟ يعني دي مستوى قبل الحكايه دي على مستوى السيستم بص اهو يعني شوف لو انت شفت كده تقدر تشوف سبوت كتو سبوت انما هنا ما تشوفهمش بوست بوست هنا ما تشوفهمش بوست كده لا تشوفهم واحد بوست كبير الريزولت ان شاء الله هنا احسن طبعا بص in the eye هو ده بقى الابلكيشن بتاعنا the resulting power of the optical system does not by itself determine the accuracy of this but neurological sensory receptors that integration with cerebral perception بتاعنا will equal importance for us يعني بيقول لك اللعبه بس مش لعبه ايه؟ مش ريتنا بس ثلاثه ده وفيجوال باثواي وانتليكشنز وانهبيشنز وحاجات اللي بتتدخل معاها السكه والسيربر كورتكس بتاعنا كمان بيتدخل ده بيدينا جزء وزي ما اتفقنا انت مش اقوى واحد بيشوف في التاريخ صح؟ الطائر بيشوف اقوى منك، الهيبر بيشوف اقوى منك تمام؟ ليه؟ هما عدد الريسبتورز عندهم على الجيت ميتريكس كويس زي ما اتفقنا اكتر من عدد الريسبتورز اللي عندك ده على مستوى الريتنا على مستوى البريم الحاجات اللي هو بيعمل انتجريشن يمكن اعلى منها خدت بالك ازاي؟ فده السيستم طيب الاير سيركل بقى دي مهمه هنشوفها ازاي؟ Due to the wave nature of light, light passing through an aperture is diffracted and forms a pattern of light and dark regions on the screen. Some distance away from the aperture. Our bus gives a door, and then we form a hebra kena, and we have it on the screen. We get a door that is a spot. We get a way. The way is not everything. دي الانرجي ممكن تعبر عنها كدوائر كده وممكن تعبر عنها كويز كده تمام يعني ممكن تعبر عنها كويز كده تمام؟ اه The diffraction pattern resulting from a uniformly eliminated circular approach has a bright region on the center known as Allen's disk مثل النص حتى لما نقرا النص دي this is Allen's disk تمام؟ دي disk اللي في النص which together with a series of concentric rings is called Harris pattern. Both named after George Henry Noah Kershkovsky. Hey, بص ممكن نرسم بقى الحته دي بالمنظر ده كده، ممكن نرسمها كويف. بالمنظر ده ويف في برايمري ويف وفي حاجات ثانيه من تحت اهي. تمام؟ اهي. Watch this concentric circular ring stack. The central Harris disk بتحتوي على 85% من اللايت انرجي. انرجي بداخله يعني الحته اللي منوره قوي في النص دي تبقى 85% واذا سيريس اوف كونسنتريك رينجز اولتريتنج لايت اند دارك سيركل دي بالنسبه لها هي سبيس بص اهي الديسك اللي في النص 85% الويف اللي بعديها 8% اللي بعديها 3% لغايه ما بتبقى فلتر وخلاص وتروح فاهم ازاي؟ اقوى حته فيها باور هنا بتبقى فين؟ سنتر جاري عشان كده كنت انا متاكد فالسنترال بارت اللي فيها كمان من ده بفضلك الاير ديسك يحتوي على 85% من الباور بلس اللي تحت تمام؟ ده دي الاير سنتر بتاعتك طيب بص السنترال اير ديسك اند لايت سيركلز ار فورمد باي ذا ديفراكشن ديجريز اوف كونستراكتيف انترفيرنس يعني دي كونستراكتيف وديستراكتيف انترفيرنس تمام؟ هي دي اللي بتعمل الدوائر الفاتحه والغامقه زي ما شفتها بقى كانت دايره فاتحه ودايره غامقه ده بيبقى كونستراكتيف وديستراكتيف انترفيرنس عشان كده بتقدر تشوف الخط الدارك والهيت ايريا اهي بص انت هنا صحيح معدي في الجاب دي انما الحته دي خبر حرف الايرس هنا الحته دي خبر حرف الايرس هنا دي ابتدت تعمل لك سكندري ويف ودي سكندري ويف دول بيتداخلوا كده بيعملوا لنا المنظر ده الفتحه والجانب ده معناه ايه؟ ان هنا فيها كونستراكتيف انترفيرنس وهنا فيها كونستراكتيف انترفيرنس وده بتاع الرينج دي اللي موجوده تمام؟ اه لا مش طبعا عشان كده ايه بقى؟ عشان كده بصي 80% من الدور اللي دخل بيخش هنا بيعمل كونسنتريشن في الحته اللي في النص اللي هي الاير ديسك. خدتي بالك؟ خلي بالك احنا هنا مش دبل سبيس اوبننج زي التجربه بتاعت الراجل يانج ده كده مش دبل سبيس احنا هنا بنتكلم في فتحه واحده. فعند الفتحه الواحده بصي
معظم الضوء هيخش هنا ياخد غير الانترتينر ده، فده بيعمل الديسك. عشان كده قال لك الديسك ده بيحصل له بكام؟ 85%. اللي بيكسروا بقى منين؟ اللي عند الرسيم. يقوم يعملوا بقى السكند ويف. ليه بقى السكند ويف بتحصل؟ لان اللايت اللي ماشي على بيبتدي يعمل سكند ويف فرانس. السكند ويف فرانس دي بتبتدي تعمل ايه؟ انترفيرنس مع الحاجات اللي جنبها. فيا اما كونستراكشن يا اما ديستراكشن. تمام؟ عشان كده اللايت اللي بتبتدي مش بقوه الديسك. ديسك كان عالي قوي، كان 85% 30 8% 30% 30%. ايوه بص اهو اهو بص يا راجل عملناها وين؟ 85% اهو. وبعدين نزل تحت خالص ديستراكت انترفير، وبعدين طلع تاني كونستراكت، وبعدين نزل تاني ديستراكت، وبعدين طلع تاني كونستراكت. ثلاثة دي اختفوا. بس يبقى ليه ازاي؟ يعني بص هو محضر لك عليها حتى كارتين، محضر لك انا هتجوز بقى. اهو بص ده يبقى لو احنا عندنا الضوء فتحه واحده صغيره هيدينا الايرن باتر دي. سنتر فاست ده هيعمل تيست دي كام في الميه؟ 85% باور بايت في ده. بعد كده بقى الحاجات الدارك دي كونستراكتيف، والحاجات الثانيه دي كونستراكتيف. بص طيب بتعبر على بالويف كده او بالمنظر ده كده. طيب قال بقى بص سيتي ديفراكشن باترن، يعني لو في ضوء واحد ده شعاع ضوء واحد هنخش يعمل المنظر ده زي ما انت شايف كده خلال الفتحه. طيب هذه المنظر زي ما قلنا يعني عبر عن انا سيتي الدوائر اللي عبر عنها بايه؟ بويف بالشكل ده. تمام؟ طيب ذا دايمتر اوف ذا ديسك از ريليتد تو ذا ويف لينث اوف ذا اليمينيتنج لايت اند ذا سايز اوف ذا سيركل اوف تنشن. يبقى دايمتر اوف ذا ديسك بيعتمد على حاجتين، ويف لينث وايه؟ سايز اوف تنشن. اهو بص the longer the wavelength, and the smaller the gap, the greater the angle through which the wave is detached. تعالى نشوف الكلام ده في الشكل ده. بص طيب. بص دي تجربة لطيفة أوي. بيوريك بص هو هيعدي الضوء لنفس الفتحة بس هيغير الويف ايه؟ الويف لينث. بص أهو. شوف. دي فايلوت، بعدين البلو، بلاك، والانديجو ومش عارف ايه، وبعدين داخل على جرين يالو، وبعدين ادي اليالو، وادي الريد. بص هنا حجم الديسك ده اخباره ايه؟ ها كنت بص تاني شوف تجربه تاني واحكوا لي على مساحه الديسك ده بفضل. هو ده الديسك اللي في النص اهو. انا عايز اشوف المساحه دي بفضل. خلي عينك عليها. بص لما بنغير الويف ايه الاخبار؟ هو ده انها بتزيد. يبقى ذا لونجر ذا ويف لينث ذا ايه؟ ذا طيب بص تجربه تانيه. هو كان الويف لينث سبب تاني بقى ايه؟ هو كان الويف لينث نفسها. الويف لينث يحصل لها مور ديفراكشن، كل ما يبقى الويف لينث عاليه يحصل لها مور ديفراكشن. تمام؟ طيب بص دي هنا بقى ايه؟ بص بص هو كان الويف هي هي بس عمل ايه بالفتحه؟ يصغر يصغر فتحه. بص بص بقى لما صغر الفتحه وجد حاجه غريبه جدا كبر. ايوه عشان كده يا استاذ الكرام الموضوع مش ابسوليوت. عشان كده ايه؟ يقول لك مثلا ايه؟ انت لما تصغر الفيوم تستفيد؟ استفيد. تفيد بس اللي هي ليفل. طب لو صغرت قوي هيحصل لك ايه؟ ديفراكشن. او شفت عامل ازاي؟ لو صغرت الضوء قوي هيحصل لك ديفراكشن زي كده. تمام؟ لو صغرت الفيبل قوي عشان كده اوعى تفتكر معايا ان حاطط فايل وكارتين والفيبل بتاعه فيه بوينت كده ما مفصولش. عنده ليفل ايه؟ ديفراكشن. تمام؟ عشان كده احنا عندنا فرط ما بتاعك في الفيبل بتاعك. اللي هو 2.1 2.10. تمام؟ طب شوف شوف هنا بص بيغير لك الويف وبيغير الايه اللون او خلينا في الويف سايز اهو. بص لما غير السايز بص حصل ايه ديفراكشن مور او ديفراكشن. تمام؟ طب ايه كلينيكال ابلكيشن ده بتاع الديفراكشن؟ هو الويف بتاع الديفراكشن ده ممكن تشوف دي اولا ريزولفنج باور بتاعتنا في حاجه اسمها رايلز رول بقى هناخدها بعد كده. كانت بالك الرايلز ترانس دي اللي هي بيقول لك ايه عشان تشوف النقطتين كنقطتين لازم يبقى الستندنج ويف دي واقعه على الستندنج ويف في الويف اللي بعدها. دي حاجه اسمها رايز رول هناخدها في الفيجوال اكيو. تمام؟ دي هنكون هنطبق الكلام ده في الفيجوال اكيو. هو بيعبر عنها بالفيجوال اكيو. تمام؟ طيب ايه الكريتيكال ابلكيشن بتاع الديفراكشن في الاي عندنا؟ حاجتين البيوبل سايز. البيوبل سايز خدت بالك ازاي؟ دي الحاجه الاولانيه منهم. وبعدين في نوع سيرفس بتاعنا.
فالان تبدا الطرحه دي لها اساس الشبكه. طالما حاجه ليها كريتيكال ابلكيشن يبقى لما احب اسالك عشان تتعلم بعشيك كده وبسيط تسالك في الايه؟ في كريتيكال. هو ده كريتيكال ولا مش بتاع كريتيكال؟ هو بتاع كريتيكال بس لازم المعلومه تبقى انت عارف الارض الفيزياء بتاعتك. فاهم؟ بس انا بحب اسالك سؤال كريتيكال. كريتيكال انت بتستفيد من المعلومه دي فين؟ يعني لو انت الكيوب بتاعك كان 2.1 من 10 هيخلي لك الحجم بتاع الايرن تيست ده قد ايه؟ 1 مايكرون. 1 مايكرون ده يقدر يعمل لك استيميليشن لورا ريسبتور ويسيب لورا ريسبتور عن استيميليشن لورا ريسبتور وهكذا. اذا الفيجوال اكوت هنا تبقى اعلى ولا مش اعلى؟ يبقى 2.1 من 10 ده الاوبتيمال. خلاص؟ طيب بص اهو شوف ادي حجم الكيوب بتاعنا بص بالفودن كيوبل عشان تقدر تشوف النقطه اللي عندك كويسه لازم الحجم بتاعه يبقى ايه 2.1 من 10. اذا لقيت الحجم الكيوبل ده يعمل عندك تغييرات في الشاشه كده. تمام؟ بص ده الجيومتريك كان اوبتيك بس ده مش رخيص عشان كده نعمل عندنا فيه ايرنت اوف ايه؟ ديفراكشن. تمام؟ اهو بص بيقول لك ايه؟ كيوبل اكتر من 2.5 مللي يزود لك الكروماتيك والستيريك الافريج. كيوبل اكتر من 2.5 مللي يزود لك الكروماتيك والسفيريك ماتريكس. اقل من 2.5 مللي يزود الديفراكشن. تمام؟ اهو the smaller iron disk the better the visual acuity is. وانت تجيب التايب 2.1 من 10 الايرن ديسك تبقى 1 مايكرون زي ما اتفقنا. This is the best part. بالنسبه لك. تمام؟ بص بقى بص دي size of the pupil بس بالحسابات الكيمياء. دي سايز اوف ذا بيوبل في حسابات الفيزياء. تمام؟ يعني انا مثلا لو عملت بيوبل طالعه مني كده مش هتخلي ديفراكشن كده مش هيبقى احسن حاجه كده؟ اه ده داخل الجيومتري في الاوبتكس. انما ديس از ريال اوبتكس. دي حقيقه بقى اهي. ده البيوبل سايز. بص لو البيوبل كان 1 مللي في الارن تيست وحواليها رينج كتير فاهم. 2 مللي ده بوست شارب. خدت بالك؟ 3 مللي ابتدى يبوظ، ابتدى يبوظ، ابتدى يشتري ملابريشن، بص 7 مللي بوظ خالص. إذا أحسن واحد عندنا كان مين؟ بس لما جيت تزود عن كده برضه. لما جيت تقلع عن كده الديفراكشن ده تمام؟ أهو. يبقى 2.1 من 10 ده الأيديا، سايز بتاعنا، بس أنا بالنسبة لي اللي بيتكلم بسكوت دي إيه؟ 1 مايكرو. الديبث اوف ذا فيلد
تيمبو تيمبو فوق بتاعنا كلمه تيمبو فوق مش تيمبو فوق يعني بص انا اقول لك بص يا بابا بص لو كان الجيوب دايرته كده وانا ببص على الصوره دي الصوره دي قام جايب ظهر كده فكان جمعها هنا بس قبل النقطه دي بشويه كانت الصوره هنا بايظه بعد النقطه دي في حاجه بسيطه الصوره برضه بايظه صح؟ الصوره فوق كانت كده كانت فوق كده تمام؟ دي معناها ايه؟ ان انا ما عنديش نفس الفوكس ما عنديش نفس الفيلم. دي نظريه الميكروسكوب جديد اسمه فون فوكس. فون فوكس يعني بياخد ضوء من اي حاجه ويروح موزع الضوء ويعمله على شكل كون ويلمه تاني هيبقى فوكس بنقطه واحده بس. ده بيخليه يقدر يدرس ليفلز. ليه؟ لان لما يحب يشوف خليه اللي قدامه اللي ورايا بيبلغ وعايز يركز على ايه؟ لما يجي بقى في الكون عايز يشوف كراتوسايد عايز يشوف مش عارف ايه حلو قوي يقدر يعمل الكلام ده بالكون فوكس عشان كده الكون فوكس كان ده بيستخدم في بحث الكون دلوقتي تمام؟ بس ده بيخليك كان بيقول لك ايه؟ ما عندكش ديس لا في الفيلد ولا في الفوكس يعني ايه ديس في الفوكس؟ ديس في الفيلد يعني زي بصوا الفرق بين الصوتين دول شفت اهو الراجل ده بص عامل ازاي؟ ده بدوراتي عمل ايه؟ وسع فتحه العالم في الراجل حصل ايه؟ بان هم كتير بس اللي وراهم بان ايه؟ خلي بالك ان هم والنجم اللي وراهم والشجر مش على نفس المسافه من الفيلم. خلي بالك من الطريقه دي. ان الصوره اللي وراها الشجر مش على الفيلم. تمام؟ زي مثلا بالظبط انا عايز اصور حد يشوف انا عايز اصور الدكتور ممكن اعمل عليها فوكس واطلعها هنا واضحه واديها كله كبير. اما يعملوا كده اه لما يكون واحد بيتكلم عايز يعمل كلوز على ده يقول لك اديني كلوز ودي مش عارف ايه حاجات برضه جوه طبعا عايز اقول لكم صورتين دول بيبقوا فاهمين قصدي فيهم جدا تمام فهو بيعمل ايه؟ يجي فوكس على حد يبقى اللي بعيد يبقى ايه؟ بس الكلام ده عمله امتى؟ وهو فاتح العدسه يوسع فتحه ايه؟ الدايفرام اللي هو بيسموه الدايفرام اللي هو العدسه يوسع ده بيشتغل بنظريه الكون فوكس دي اللي هو بس يبقى ايه؟ فوكس على نقطه واحده نو مور قدامها فيلد ووراها فيلد. بص بص بقى. لو على مستوى الفيلد ده اسمه ديبس اوف فيلد. طب لو على مستوى الريتم بتاعتي ده اسمه ديبس اوف فوكس. يعني خلي بالك فرق التعبيرين عاملين ازاي. في حاجه اسمها ديبس بعد بص احنا في الصوره اللي قبليها كنا بنتكلم في نقطتين ديبس اوف فيلد وديبس اوف فوكس. دي تعبيرين. هيبص ديبس اوف فيلد بيقول لك ايه؟ The range of distance from the eye in which an object appears between. Clean without change in accommodation. غير ما تعمل accommodation انا شايف كده واحد منكم كبير على الرغم انكم كلكم مش على نفس المسافه اللي انا بتاعتي. من depth of field يبقى المسافه الفلاس هنا من اول واحده انا شايفه كتير لاخر واحده انا شايفه كتير. One look غير ما اعمل accommodation This is the distance of my field. What is the difference? The range at the retina. I don't store retina. In which an optical image may move without the third picture. Can you go to the right? Can you go to the right? الصورة لو جت على رتمة في الحتة دي أنا أشوف كويس صح؟ بس قدامها أشوف كويس ووراها لسه بشوف كويس. هنا خدت بقى إيه؟ واستعرف رينج هنا. تمام؟ عندي رينج هنا ممكن الأوبجيكت يتحرك فيه وأنا لسه ما كنتش شايف كويس. صح؟ تاني بص هنا بص في الحتة دي دي عنا إيه؟ كان المفروض جاي من بعيد وبقى فوكس هنا وراح ماشي بعيد تاني. تمام؟ فبس بقى عندي نقطة واحدة بس النظر اعمل فيها فوكس يعني بص الفوكس دي هنا شوف الضوء جاي كده الضوء جاي كده مكان مكان انما لو انا رحت كده تبقى لو انا رحت كده تبقى بص لما تجيب الامل هنا الصوره هنا بقت كلير النقطه دي انما الحته دي ما زالت كلير والحته دي ما زالت كلير طيب انا بقى عندي رينج فيها الريمرا بتاعتي لو طلعت قدام شويه او ورا شويه انا كتير ام جوين تمام المسافه دي بقى اللي انا بقدر اتحرك فيها بالريتم بتاعي اتحرك مع الرغم ان انا شايف كتير دي اللي بيسموها ديبس اوف فوكس. يبقى ديبس اوف فوكس هي المساحه اللي عندي هنا ورا دي اللي انا بقدر اتحرك فيها. ان
المساحه اللي في التيم قدامه انا مش شايف التيم دي نفسه كتير. هما الاثنين بيعملوا نفس المعنى بس هما مكانين مختلفين. خدت بالك ازاي؟ هي انا لو عندي جود ديبث اوف فيلد اكيد هيبقى عندي جود ديبث اوف ايه؟ في فوكس. فهمت الخطه دي؟ يبقى هيعرف ديب فيلد هيعرف ديب فوكس. فاهم؟ عشان كده دي بيعملوها بقى ازاي؟ هقول لك ساعه لما تيجي تعمل دي بيحصل له ايه؟ ليه؟ لازم يروح بيت الفوكس. لانك انت ممكن تركب على سطح وكده بيت الصوت مزلمه وده ما بيحصلش. صح؟ فانك انت السطور كلها في الصفحه مش نفس المسافه من الريفر بتاعتك. صح ولا غلط؟ لما تيجي تلف الجورنال كده ولا حاجه. هل كل اول سطر في الجورنال ده اخر سطر كلهم مسافه واحده من الريفر بتاعتك؟ طب هل الصفحه كلها بتبقى كتير ولا لا؟ طب رغم انك انت كونسنتريتنج على سطر واحد لما تيجي الصفحه بتبقى كتير. عارف ده؟ عايز تجرب دي في نفسك واعمل كده في نفسك ما تبقاش مشكله العلم مش وحش، العلم ليه تكلفه برضه. هل قادر التوسيع ولا ما انت تعرف الفرق. هتلاقي يا دوبك شايف كلمه والباقي كله بيرجع يعني هتنصت على كلمه واحده. هذا تشيل. الباقي كله بيرجع. خدت بالك ليه؟ انك وسعت الفيوتشر قوي فالدرس فوكس والدرس فيه بتوعك ايه؟ بص يبقى اللي بيتحكم في الدرس فوكس والدرس فيه ده موضوع ايه؟ من فكرتنا دي. ولا يمكن عنده استجماتيزم يا ريت لو مش زيهم.
بتهدي كلمه الكلام اللي بره كده كل على الشخص. حط اللي هياكل فين هو؟ فجاه ما بقى ست ست. انا عايز اقول لك شعيرين بتشبر في المين هو. يعني يقول لك الدكتور في حاجه انت هتطلع لي بره صوت حلو قوي. اديها لي من فضلك. فاهم كده انت رد على فكره بتاعت الموز ده هتاخدها في اللوب فيجن مين. هتاخدها في اللوب فيجن مين في حاجه انت رد بتاعت الموز ده. تمام؟ بص دي نقول ده ظريف قوي لان زي ما بقول لك امره واحد يصدق العيال معاك بسرعه جدا. ايرور ولا مش ايرور؟ ايرور ولا مش ايرور؟ واذا كان ايرور ابلوج ولا مش ابلوج؟ شوف لذيذ ازاي وتنزل ثلاث تحاليل موجوده عندك في راس العنسان في فرطور العنسان خده وحطه تحت وحطه زي ما انا عايز. فين هو؟ ايه بقى فين هو؟ فين هو ثيوريتيكالي allows only one ray from each point to reach the object first through the field. Thus, free energy is formed regardless of the position of the free energy. عارف اللعبة دي؟ الخزانة اللي بتستوعب؟ طبعا مش حضرتك الخزانة اللي بتستوعب دي أول ما اخترعوا بيها دي أول كاميرا اللي عملت في التاريخ. وعرض الشمعة وعرض الشمعة لقى صوت الشمعة جوه الصندوق. مقلوبة بالظبط كده صح؟ وحد قال لك حاجة كده من فوق يكون مفروض مستقيم. خدنا كلام من زمان مستقيم اهو. يقول لك ايه؟ صندوق كبير صندوق صغير في الاخر هتلاقي صورة الشجرة فوق والشجرة على الصندوق ده من جوه. فبرضه الناس ده هتقرا. فهو بيعمل كده. لايك وايز ذا يوز اوف ايديال ستيت هول ليد تو ذا فورميشن اوف كبير بين الاجرامات الريفكتيف والريفكتيف ستيت اوف دارك. اذا هذا الست ما يتاثر بالايه؟ فلو بيدخل السنتر الرئي اللي بيعدي الوقت في السنتر بص اهو شو ايه رايك في الحته؟ الاستجماتيزم اهو كل حته عامله فوق بعضها بص ده بحط الفين اهو نظريا انت سمحت بتقول مين؟ واحد رينج سمحت بتقول واحد رينج هو ده الاسف خدت بالك اهو ده فين هو كانت بيدوس فور ناس تو ديترماين ويذر هي ريديوس في فيجن انا قلت لك العيان ده بيقول لك عندي ديفكت في فيجن از ديو تو ايزر ريفراكتيف ايرور ولا اوكيلار ايه؟ باثولوجي او نيورولوجيكال ليجن يبقى الدين تيست دي هو تيست ده بيستخدم عشان كده ده سؤال الشفوي ده بيستخدم في ايه؟ هل ده لك فيه ده بيستخدم عشان ده بيستخدم في لك فورم ايه؟ ده بيستخدم في ايه؟ تيست ده فيه هو اول حاجه يفرق لي ديفكت في فيجن ده بسبب ريفراكتيف ايرور ولا بسبب ايه؟ اورجانيك ليجن تمام؟ اهو تلزق فيه الهول ده وعايز اقول لك ان كمان دي موجود معانا في الكاميرا الثانيه هقول لك ده. الدبيشنال اكيوتي از ريدوس باي فاكتور فيرو تقييم هول اكيوتي ويل سيجنفيكنتلي بيتر ذان ذا اب ايدز اكيوتي. لما تحط فيه الهول نظر عينك هتحسن جدا او بدون اي عدد سابق. تعالى انا هفضل الدكتور عندي بتوع بروتوكولز. انا بشتغل معاهم كتير بتوع بروتوكولز. بتوع بروتوكولز دول تقعد يقول لك مش شايف، أو يقول لك شايف خيالات، يا بابا رشد ده كل حاجة ليها ظل. ثم جوستي، جوست بروفيشن، أو جوست بروفيشن. حط لهم فيهم هول يقول لك يا سلام، ما تشيلهاش أرجوك. تبقى لي بقى شوية دي جميلة أوي. ما تعملي بتاع التاني على التاني إزاي ومش يجيهم. دي امتحان جدا، شوف كويس أوي. أوقات ده بيديني في ميدان جاي. يعني أنا عايز حد يقول لي أنا في المكان وأنا لو عملت له حاجة مظبوطة هيشوف ستة ده. فاهم ازاي؟ انا كده اتفضل كمان ما عندوش ايه؟ وكانت دي هو مفيش بيانات عن النظام اللي هو دايما عنده مثلا ماشي ولا بيتفرج. يبقى عنده فوكس سبورت هو مريض اصلا. يبقى عنده اي حاجه ثانيه. بس ده مطمني اولا ان انا ماشي صح ان ده يريد الاستجماتيزم وان انا لو طلعته كويس الراجل ده هيبقى كويس. تمام؟ اهو بص ادي البلوكر اللي احنا بنستخدمها يعني. هقفل وادي فين اهو اهو بص اهو ده موجود عندنا في المشاريع ده بيبقى في السن عندنا كمان تكبير اهو ده كام واحد هو بيلاقي له واحد يبص ده طيب بص لو انت عايز تركيبه ده هو تخدم ايه؟ طيب هو ده يحصل مود يفشل فعلا ما فيش حاجه دي ليميتيشن بقى بتاعتك مش هو كده لسه يتكلم molecular diseases انت الكلمه دي شبه ويقول فيو molecular diseases
10 more العيان هيجي even more worse. ليه؟ لان العيان ده عنده كاتب الاسكار بيشوف بره ماكلة. فانت لما تقفلها وتنزل له الضوء على الماكلة يبقى انت هتضطر من جوه. ما يشوفش نظره يدوق. ده خلي بالك من الكلمة دي. الاكسبشن ان العيان عادة العيان نظره ايه؟ يتحسن. انما ده نظره يدوق. الماكلة دي جت بالذات من فيجن جيتنج ورث. تمام؟ طيب. The tip never improve. رد على كلامك بقى. The tip never improve. The visual acuity أكثر من كده تبقى. ليه؟ عشان موضوع الايه؟ الديفراكشن. يعني لو وصلنا في 6 بس أول شيء بنوصل في 6 صح. بس ده إن a patient with impaired position, no organic eye lesion and no response to pinhole, يبقى ده عنده أمبلوبيا. يعني شوف الأمبلوبيا تخصص ده عيان ما عندوش أورجانيك ليجن. تمام؟ وحطينا له البينهول وما تحسنش. بس يبقى ده غالبا امبيرو فاكتور. ودي كان حمر. انت بص انت بتشتغل انت فاكتورات صغيرين بقى كل يوم جنبه لما تيجي تفتح مثلا مطران عينين تشوفوا العينين كلهم توصل زفت زفت. اما كل دكتور عيون شايف طموح ان العيان ده عيون كان بزفت زفت. انت بالك ازاي؟ طموحك كده. هنا لما بتحب العينين يوصل زفت زفت ساعات في عيان ما يوصلش. يعني تلاقي عدته 18 وتلاته. في عم كده احسن يديك في يديك بتاع لا مش عايز. حط البين هون. خدت بالك ازاي؟ حط البين هون. ما تحسنش على كده سنه 18 زي ما انت وصلته خش بشمال. ربنا دي وعينك دي ضعيفه في المباراه. وانا ما بكتبش انا ضعيف في المباراه. قلت لك ده ما حسنش. انا بكتب ممكن ده تاني اهم عدد ساعات بعد البكلوبه. ثاني واحده فيهم وش. ثاني واحده بتضم في الزيت. بص هو مفيش فيها بتاعتي في التدريس. يعني مفيش فيها بتاعتي في التدريس من الاول. خدت بالك ازاي؟ في انا بشتغل في سيستم تاني بتاعتي انا بعمل كده دايره معينه كده بشتغل بطريقه معينه. بس في الاخر بعمل الكلام ده كله. بس البين هو يعني مثلا عينه بينه شفت 18 لا يعني انا بتكلم عن عينه قاعد قاعد على الكوكب عشان دي سامعه على الضرب خلاص انا اسف انا بقول لك عشان عينه ما ياخدش الضرب خدت بالك ازاي؟ زي من الاول خالص ما بيحسنش انا مش عارف بتجيب هو الحديد تعرف بيعمل غير التيشن ولا وخلي بالك انا حاطه على الكيكلاب عندي كده برضه عنده كاتراكت وكورنيا وكاتراكت وماتيرا وشفت له الفضل في عمليه كمان كانت بالك ازاي؟ ده اختبار لو العيال لقيته ايه ما بيتحسنش دي نمرة واحد. نمرة اتنين لو انا استخدمت اشتغل النضارة يعني كان عندي كان عندي عين كنت كده. خلاص الموضوع يهد على عيني. الناحية التانية وزادت سنة 18 وانتبهت مش عايز دي. دي عارف ان دي كان مش عايز. اروح ماسك الدور وانا هروح طبعا. ما تحسنش على سنة 18 وحرام ان انا عملت جوز كوركشن. اقول له ايه؟ تقول عمرك ده هيعمل دي بعدين. صح يقول لك صح ما يقدرش ينجح خلاص يبقى ليه ما خلصت انا مش عايز بقى يقول لي ما تبص من الاثنين يقول لي اه من عيب انا مش عارف اقول لك مش عارف حاجه من الاثنين يعني انت خيبانه في الكونفكشن دي نمره واحد دي نمره واحد فعلا دي نمره اثنين ان يكون عيالنا عنده الرجل بس لو حسيت وشاف احسن لازم تفكر ده بقولك من حاجتين دول يا ابني نظاراتك مش مظبوطه لا
الناس مش مظبوطه في حاجه مش مظبوطه يا اما العيال عنده رجل هو اللي بيطلع كرفونه كده متحسنين وفايت قوي حطي بقى الاثنين هون كده كده في اخر نظاره ما نظرش 24 لا لا ما هي معموله مش معموله بتتكلم معموله ان هي ليميتيشن معينه في التايم بتاعها ده مش مستهلك قوي لدرجه ان هو يبقى اقل من ان هو يكون فراكشن ما يشوفش لا مش طايق قوي كده مش طايق كده لا لا هو دي تحت برضه لا دي تحت حتى بالعكس حتى لو موسعين يعني كذا مثلا ايه عين تخيل اصلا متوسعة فاهم؟ انا طلع بالي مش عارف متوسعة مساعد متوسعة ما بقاش فين فالعيان عايز اعرف الفيديو بتاعه كويس ولا وحش دلوقتي عايز مصمم ان هو ده عين ماشي بقى ولا عين بين العيان الفيديو ولا فيوتي ولا عين بتفهمش ولا ايه؟ فيلو فيلو هو دلوقتي لك 20 حلقة مختلفة يعني هو متوسع فيلو فيلو هو هيتحسن فيه لو تحس تمام معناه ما فيش عند اورجانيك ميزن ولا خلاص يبقى ده ايه بعد كده وجيب الاكل يا وما على الفين هون؟ لا يبقى على لا 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 ما تعتمدش عليه طبعا لا اصل التمثيل بتاعك مش الفين هون بس ممكن نعمل مع لا طبعا ما مظبوطه لان اول ما هيوصل 6 قبل عنده الاستاذ ما فيش تيجي بقى بص جاي تاني موجود عندنا اسمه كروماتيك ابريشن ده برضه ليه استخدامات كتير قوي احنا بنستخدمها فيه عارف ده برضه كويس قوي لان ده اختبار في منتهى الاهميه في الانفراكشن كروماتيك ابريشن يعني انك انت بيحصل لك ديسبرشن لايت لما بيعدي الكروم اللي انت بتستخدمه اصل احنا خدنا بالك الكروم اللي انت بتستخدمه في الاكتنج ان ذا بريزم صح؟ وان وايت لايت ريفراكتد ات ذا اوبتيكال انترفيس is dispersed into the component wavelength of all colors. حرف اللينس بتاعك بيلعب زي زي ايه؟ زي البريزم. خدت بالك البريزم طبعا من الحاجات اللي بتعمل ايه؟ dispersion the light زي ما اتفقنا اهو. البريزم بيعمل dispersion light. وكل ما تبقى shorter wavelength كل ما يطلع نور reflection عن longer wavelength عشان كده بنطلع components الى في الاخر الى الوان طب مختلف. اهو بص بقى شوف فين الكون هنا في الاول؟ بلو لما ده شورت ويف لينث شورت ويف لينث هياخد هنا وينزل بسرعه ده بلو وبعدين يلو وبعدين اخر واحد اللي هو اللونج ويف لينث اللي هو مين؟ عمل ايه بقى في الكلام ده؟ ده ما يعرف باسم الكروماتيك ابريشن شايف بقى يعني اللي اتكون الاول بلو وبعدين يلو وبعدين تمام؟ اهو ذا شورتر ذا ويف لينث اوف لايت ذا مور ات از ديفييتد صح؟ هو ده اللي عمل الكروماتيك ابريشن. انا العادي جدا الكومبوننت بالويف لينزز بتعدي نفس الامتدادك فبيبتدي يحصل الكروماتيك ابريشن عشان القاعده دي. الشورت ويف لينزز ده مور ديفراكشن او ده مور ريفراكشن اهو. الشورت ويف لينزز اللي هي ناحيه ايه؟ لونج ويف لينزز. انما الناحيه الثانيه از ذا لونج ويف لينزز. الريفرنس ويف لينزز لونج ويف لينزز. تمام؟ طيب اهو ادي الكروماتيك ابريشن. البلو الاول وبعدين الجرين وبعدين الريد زي ما انت شايف. The series of color images are formed when light enters above the silicon A level. اوكي. دي بيزك الحرفة بيزك بتاعت السيركت كروماتيك وايت لايت تنزل على الحرفة ايضا. طلع الالوان الطين اللون الازرق هننزل الاول وبعدين الاخضر وبعدين الايه؟ الاحمر. تمام؟ طيب بص لو جبنا سكرين يعني بص لو جبنا بص يا جماعه جبت سكرين وجيت هنا في الحته دي اشوف ايه؟ اشوف البلو نقطه كبير قوي بالنص وبعدين الدايره تبقى تبقى ايه؟ جرين وبعدين الدايره الكبيره دي بقى حمرا لو رجعت هنا دي دايره فوق جرين بس في دايره دي بعد كده هتبقى دي ليست بلو شغال يعني انا في كونسيستنت في الوان الثانيه لو جيت هنا هيبقى احمر في النص وراه دايره ايه؟ خضراء وراه دايره زرقاء هو ده التيست اللي هو بيعملوه ده بص اهو دي بعد الدايره الخفيفه
بص بجرب عدسه وناخد الوايت لايت وبعدين ابتدى جنب السكرين وابتدى ايه؟ يحركه ابتدى يشوف دوائر زي كده. تمام؟ اهو البلو يبتدي الاول وبعدين الجرين والكورنات ولما تروح ورا يحصل الريفرس. الاحمر بيجي في النص. خدت بالك؟ لما تروح ورا يحصل الريفرس. طبعا ده ليه؟ ده معناه ان كل ويف لينس كان تفتح في مكان معين زي ما انت شايف. وكل ما تبقى شورت ويف لينس كل ما يحصل لها منهم تكبر. When the lenses are used in an instrument, it is designed to make them illuminated from a vibration. فانا زي ما قلت لك vibration دي لو بتعمل فورتيكال لينس يبقى لازم تعالجها والا يبقى الجهاز ده فك ما يشتغلش بيه وحش. صح؟ العلم هتشوف علاجها ايه في علمها بتاعتي انا هروح. الاكروماتيك لينس دي يعني ايه اكروماتيك لينس؟ يعني لينس ما بتعملش كروماتيك ايه؟ vibration. تمام؟ The distributive power of a material is independent على refractive energy. Independent على refractive energy. Thus, ground materials with high dispersive power but low refractive index and brightness. يعني الكلمة دي الكلمة دي على فكرة مهمة لأن دي بتكع بالك من الكيو وأنا قلت لك قبل كده. إن الـ dispersive power بتاعت الـ material is independent على refractive index. بتاع الـ refractive energy على refractive energy.